كلية طب الأسنان أسست عام 2011 تسعى إلى رفد المجتمع بأطباء أسنان بمستوى عال من الكفاءات العلمية والنظرية والعملية. تضم ملاكا تخصصيا من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير. تمتاز بناية كلية طب الأسنان في المجمع التعليمي لجامعة الكفيل بأنها مجهزة بقاعات دراسية ذات مواصفات تعليمية عالية تراعي قواعد السلامة والأمن كافة وتطابق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وعلى وفق معايير الجامعات العالمية الرصينة، وهي مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية بالإضافة إلى المختبرات العلمية التخصصية ومزودة بالأجهزة والمعدات المختبرية الحديثة. إن مدة الدراسة في الكلية تستمر لمدة 5 سنوات وباللغة الإنجليزية وللدراسة الصباحية فقط. ويمنح المتخرج من الكلية شهادة البكالوريوس في طب الأسنان مما يؤهله لممارسة مهنة طبيب أسنان، فضلاً عن إمكانية إكمال الدراسات العليا الدبلوم العالي الماجستير والدكتوراه. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.